فاز بكأس العالم تحت العشرين سنة، فاز بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2008، فاز بكوبا أمريكا، فاز بالفيناليسيما، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، السوبر الأوروبي 3 مرات، دوري الإسباني 10 مرات، السوبر الإسباني 8 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، وفاز بالدوري الفرنسي مرة. حقق الكرة الذهبية 7 مرات، الحذاء الذهبي 6 مرات، أفضل لاعب بأوروبا 3 مرات، وجائزة دوباست 2 مرات. خاض مع الأندية والمنتخب 998 مباراة لحد هلأ، سجل خلالهم 769 هدف وصنع 369. الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 670 هدف، وأكثر لاعب تسجيلا للأهداف بتاريخ المنتخب الأرجنتيني برصيد 86 هدف لحد هلأ، وغيرهم كثير من الأرقام القياسية والإنجازات. عيد ميلاد سعيد للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، واحد من أفضل ما أنجبت كرة القدم بتاريخها. اكتبوا لي بالتعليقات كلمة واحدة بتوصف فيها النجم الأرجنتيني.